المزيد حول فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولية السابع للطاقة إيجيبس 2024 يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من داخل مركز مصر للمعارض الدولية، حيث انطلاق معرض والمؤتمر الدولي إيجيبس للطاقة في نسخته السابعة، والذي افتتحه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي. معرض إيجيبس في نسخته السابعة يأتي في موعده من كل عام ليستعرض النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية، وكيف أن مصر قطعت شوطا كبيرا في تحقيق معدل إنجاز كبير في الطاقة وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل واستخدام الطاقة النظيفة. اليوم يعني اليوم الأول لفعاليات المعرض، ويعني كما ترون خلفي يعني هناك إقبال كبير من الدول المشاركة وزخما دوليا وعالميا. نتحدث اليوم عن مشاركة أكثر من 30 ألف عارض من مختلف دول العالم يمثلون 120 دولة، هذا بالإضافة إلى 2200 من الوفود المشاركة، سواء كان من ممثلي الشركات الخاصة التي جاءت هنا لمصر للمشاركة في هذا المعرض أو حتى من وكلاء الشركات. نتحدث عن مشاركة أكثر من 40 شركة مصرية وعالمية يعني تعمل جمعها في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي والوقود، هذا بالإضافة إلى شركات دولية كبيرة، نتحدث عن أكثر من 450 شركة يعني ممثلين لهم في داخل معرض إيجيبس. يمكن معرض إيجيبس في نسخته السابعة هذا العام يحتضن العديد من الفعاليات، ولأول مرة يقدم 80 جلسة نقاشية يحاور فيها كبار رجال يعني الصناعة وكبار رجال أيضا المهتمين بمجالات الطاقة والخبراء والاقتصاديين. معرض إيجيبس هذا العام يأتي وليس فقط يعني لأنه يجسد يعني معرض يأتي إليه العارضون من مختلف دول العالم، ولكنه يعتبر منصة إلكترونية دولية تحتضن العديد من الفعاليات والندوات لكي يستفيد منها العديد من وكلاء الشركات في مصر، ليس فقط في مصر ولكن من مختلف دول العالم. أيضا نتحدث عن محور في غاية الأهمية هو محور الاستثمار. محور الاستثمار هو واحد من أهم الأهداف التي يسعى إليها معرض إيجيبس من خلال طبعا مشاركة العديد من وفود الشركات الدولية والأجنبية. هذا المعرض أيضا يعني نتحدث فيه عن مشاركة من الدول الأفريقية، وهنا سوف نركز على مشاركة الوفود الأفريقية بما تمثله القارة الأفريقية لمصر، بما أنها العمق الاستراتيجي والعمق الاقتصادي، وكيف يمكن أيضا الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التعدين والطاقة داخل القارة الأفريقية. أيضا معرض إيجيبس هذا العام يعني كما ذكرنا يعني سوف ينظم ولأول مرة العديد من المؤتمرات الجانبية داخل المعرض على مدار يومين. نتحدث عن العديد من الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي سوف يشارك فيها يعني خبراء اقتصاديين ورجال الصناعة من مختلف الدول ومن مختلف الشركات. يمكن يعني المشهد خلفي الآن هو يعني كما نقلناه لكم من داخل معرض إيجيبس للطاقة في نسخته السابعة، وأعود إليكم مرة أخرى.